إذن السلام عليكم، عادل الجبابري نائب الكاتب العام المكتب العام للمركز الشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية والفدرالية الديمقراطية للصحة. إذن أولا شكرا لكل المنابر الإعلامية اللي كتساهم في التنوير ديال الرأي العام بكافة الإشكالات اللي كيعانيها القطاع الصحي على المستوى ديال جهة مراكش أسفي. اليوم كيبلغ الاعتصام ديالنا اليوم السابع، واللي هذا ماشي اول مره كنعتصموا هنايا بمستشفى ابن نفيس للامراض النفسيه والعقليه، ولكن كان اعتصام اول تم التعليق ديالو على اساس حسن النيه ديالنا حنايا كطرف نقابي. كان اجتماع مع الاداره العامه للمركز الشفائي الجامعي ومعنا حنايا كطرف نقابي، وتم الاتفاق على مجموعه من الخلاصات اللي من بينها هو انه التزويد ديال الوحده ديال المتابعين قضائيا بعناصر الامن الوطني، كذلك الزياده ديال العناصر ديال الامن الخاص، كذلك يعني اللوجيستيك ديال المستشفى، كذلك النقص اللي كيعاني منه المستشفى على المستوى ديال الموارد البشريه، الى يعني مجموعه من المطالب. ولكن للاسف كنتفاجئوا بانه التملص ديال الاداره من التنفيذ ديال هذه المطالب هذه، بقينا يعني مجموعه من الابواب ولكن لقينا راسنا مضطرين في اخر المطاف باش اننا نعاودوا نرجعوا للاعتصام هنا بمستشفى ابن نفيس، واللي اليوم وصل اليوم السابع. هذا الاعتصام هذا كاين فيه مجموعه من النقط اللي كتشكل المحور ديال النضال ديالنا هنايا، والاساس ديالها هو الضروره ديال توفير ديال عناصر الامن الوطني، بحيث لا يعقل انه كافه المراكز الشفائيه الجامعيه فيها عناصر ديال الامن الوطني الا هنايا بمراكش، علما انه كاين وحده ديال المتابعين قضائيا، كاينين الناس قاتلين اربعه الناس خمسه، وكاينين المرضى اللي مصنفين في الخانه ديال الخطر وكيخدموا معاهم موظفين اللي ما عندهم حتى شي حاجه من غير الطابليه. كذلك كنهضروا على مجموعه من المشاكل ديال المستشفى، من بينها الزجاج اللي كيحيط بكافه البنايات ديال المستشفى، الشيء اللي كيخلي كل الاطر معرضين انهم يتعرضوا لمجموعه من الحوادث، والاخر ديالها كان ممرض هذه يومين هذه اللي فات كان تعرض لمشكل خطير، كان يعني ممكن يؤدي للوفاه ديالو. كاين مشكل ديال النقص ديال الموارد البشريه، بحيث انه كافه المصالح الشفائيه هنايا كتعاني من النقص الحاد في الاطر اللي كتشتغل هنايا. كاين مشكل ديال التوزيع ديال عدم احترام الخريطه الصحيه بجهه مراكش اسفي، الكل كيتقاطر على مستشفى ابن نفيس، وبالمقابل كاين خلل، كاين عدم اشتغال ديال المستشفى ديال القلعه، يعني مجموعه من المستشفيات اللي فيهم مشكل. حاليا كاين الاعتصام اليوم السابع، ما كاينش الحدود الساعه شي بوادر ديال الحل ديال المشاكل اللي كاينه حاليا. حنا مازال مستمرين في الاعتصام، وكنتمناو يعني من الجهات المسؤوله انها تدير معنا اليد ديالها باش اننا نلقاو حل، لان لا يعقل انه مدينه كمراكش اللي هي وجهه سياحيه وفيها مركب رياضي على المستوى العالمي، وحيت كنجيو للقطاع ديال الصحه كنلقاو انه في اخر المطاف كاين استهتار بالروح ديال المواطن المراكشي بشكل خاص والمواطن المغربي بشكل عام. بالنسبه للحمايه الامنيه، واش كاين شي الامن كيساندكم بالنسبه للمرضى اللي كيكونوا ديجا مسجونين؟ للاسف ما كاينش عناصر الامن الوطني، ما كاينش، لان قوه القانون هذه يعني مصلحه اللي خص يكونوا فيها عناصر الامن الوطني، وكاين في المركز الشفائي الجامعي في فاس وفي الرباط وفي الدار البيضاء كاينين في هذه المصالح هذه، الا هنايا في مراكش ما كاينينش العناصر ديال الامن الوطني، كيكونوا عناصر ديال الامن الخاص، ولكن العدد ما كافيش، وفي نفس الوقت ما يمكنش انه كيكون مريض في مصلحه اخرى في اي وحده في المركز الشفائي الجامعي، حيت كيكون جاي من السجن كيكون تحت الرعايه ديال الامن الوطني. ولكن للاسف ملي كيجي لهنايا للمستشفى كيجلس وكيخدموا معاه الموظفين في الخطر التام، وهنا كنبقوا ناقص الخطر انه راه الا وقع شي مشكل ولا شي حاجه حنا كننبهوا انه لا قدر الله راه تقد الى وقعت الامور غادي كتطور الى ما لا يحمد عقبه. واش الادارات المستشفى في تلاسنات معكم شي التزام شي عقد؟ طبعا كاين محضر ديال سنه 2014، وكاين محضر في ما كملاش شهرين حاليا باش موقع،
وغادي نرسلوا لكم نسخه ولكن للاسف ما كاينش الالتزام ما كاينش للاسف الالتزام وهذه النقطه هذه كامله ناقشناها في هذا المحضر تم الاتفاق مع المدير العام السابق للمركز الشفائي الجامعي ومع الاداره ديال مستشفى ابن نفيس وشكلنا لجنه ديال المواكبه ديال المحضر هذا ولكن للاسف ملي كنجيو نناقشوا مع الاداره اي نقطه كنجدوها كيقول لك هذه ما يمكنش هذه ما يمكنش يعني لقينا ان راه النقاش كيدور في واحد الحلقه مفرغه للاسف ما كامل الاسف لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.